في السكاشن عن الحضور يعني اللي في السكاشن؟ لا 30 درجة اللي هيبقى في السكاشن، ان هو احنا الجزء اللي احنا هنشتغل عليه هنشرحه في المحاضرة هتطبقه هناك في السكشن، هتطبقه عملي، بحيث ان البشمهندسة هتشرح لك جزء كيس ستادي كده على اللي هي حاجة يعني موجودة في الحقيقة، يعني على الجزء اللي احنا بنشرحه هنا في المحاضرة، وهيطلب منك ان انت تجيب زي مشروع كده، تجيب فكرة وتطبق عليها كل الافكار اللي احنا هنشرحها بإذن الله خلال الترم كله، وفي الاخر طبعا هتسلم الايه، هتسلم المشروع بتاعك. 30 درجة دول هيتقسموا على كل مراحل بقى المشروع بتاعك، من الاول خالص البداية لحد ما تبدأ تسلم المشروع بتاعك للنهاية. تمام؟ ها تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام. طيب المادة بتاعتنا بنتكلم على اللي هو الجزء بتاعنا اللي هو System Analysis and Design. قبل ما أنا نبدأ مثلا في System Analysis and Design، يعني إيه System في الأول؟ حد يعرف يعني إيه System؟ نظام، أيوة، يعني إيه نظام؟ حاجة المفروض كله يمشي عليها، كله إيه؟ كله يمشي عليها، كله يمشي عليها. تمام. إيه تاني؟ حد عنده أي فكرة؟ يعني إيه نظام يا شباب؟ يعني إيه سيستم؟ ناخد مثال، مثلا انا عندي اللي هو المصنع، مصانع مثلا النساجون. تمام، ده ممكن اقول عليه سيستم. اي سيستم عندنا له انبوت، تمام، انبوت وله اوتبوت وله بروسيسنج، له انبوت تمام وله بروسيسنج وله اوتبوت. انا عندي لو فرضا على سبيل المثال خدت مثلا مصنع النساجون، ايه الانبوتس بتاعتنا للمصنع؟ الخيط، المواد الخام، صح كده، سواء بقى من خيط، آلات، سواء بقى يعني المواد الخام اللي هم بيستخدموها في صناعة السجاد. تمام كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا عندي ماشي الخيط والمواد الخام اللي هم بستخدمها في صناعة السجاد، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتخش بقى عملية النسيج وكده والكلام ده تمام، كله عشان يطلع السجاد وألوان عشان السجاد يطلع مختلفة سجاد. والكلام ده. تمام، صح كده. يبقى انا عندي الانبوتس بتاعتنا، تمام، هي عبارة عن اللي هو المواد الخام اللي انا محتاجاه عشان انتج السجاد. طيب ايه البروسيسنج بتاعتنا؟ ان انا هستخدم المواد الخام دي في اللي هو الالات، هشتغل والعمال هقدر منهم ان انا من خلالها ان انا هم يحاولوا ان هم يستخدموا المواد الخام بتاعتي دي عشان انتج اللي هو المنتج بتاعي والاوتبوت بتاعي اللي هو السجاد. طيب لو احنا عندنا اللي هو المعهد، عندكم المعهد برضو ممكن اقول عليه سيستم، ايه الانبوتس بتاعتنا؟ فلوس الترم، يا شيخ ممكن مثلا الطلاب وال ايوه، انتم ال المع اللي هو المعهد بتاعنا، انتم الانبوتس بتاعتنا اللي هم الطلبه. تمام. طيب والبروسيسنج المفروض مثلا ممكن التدريس. بالظبط بالظبط، انا البروسيسنج بتاعتنا اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو عمليه، المفروض مثلا ان انت هتبقى بتاع دوا قسم علوم حاسب، يبقى احنا البروسيسنج بتاعتنا ان انا اديك المواد بتاعت اللي هي هتفيدك في الموضوع بتاع علوم الحاسب. طيب الاوتبوتس بتاعتنا مثلا ما نتخرج تقريبا، صح؟ المواد بالظبط اللي هو الجراديويت ستودنت، طالب خريج، مش كده؟ يبقى احنا عندنا اي حاجه ممكن اقول عليها سيستم. تمام، يبقى احنا عندنا السيستم بتاعنا لازم احدد الانبوتس بتاعتنا،
ولازم ايه هي البروسيسنج اللي هي بتتنفذ وايه هي الاوتبوتس بتاعي. تمام كده؟ ها حد عنده اي سؤال؟ لا كده تمام. كده تمام. تمام. باذن الله ان شاء الله هنشتغل بقى خلال الترم دون ان هو سيستم اناليسز اند ديزاين. طيب كلمه اناليسز معناها ايه؟ تحليل. 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 تحليل حتى بالعربي معناه ايه؟ زي انه بيفصل حاجه ولا بالظبط يعني بيحللها. بالظبط يعني بفصلها اكتر. كأن انا عندي حاجه، عندي مشكله مثلا، تمام، وبحاول ان انا احللها عشان اوصل ليه لحل، مش كده؟ بالظبط. بالظبط. يبقى انا عندي الاناليسز، هو ده اللي احنا هناخده بقى باذن الله، ان انا عندي الاناليسز، في عندي بروبلم، هي مش شرط ان تكون في مشكله حقيقيه، في عندي عاوز احسن مثلا في السيستم بتاعي، عاوز اعمل عمليه امبروفمنت للسيستم بتاعي. بعض الموظفين قالوا لا بيشتكوا من حاجه معينه، فبحاول ان انا احسن في السيستم بتاعي، وبالتالي هو يعتبر ايه نظام، يعني هو السيستم بتاعي موجود فعليا، تمام، بس انا بعمل عمليه تحسينات له. طيب التحسين دون لازم اعرف ايه المشاكل بتاعته، فعشان كده بعمل عملية ايه analysis، ان انا بشوف بقى ايه المشاكل بتاعتي، ايه هي التحسينات اللي انا عاوز احسنها، طب هحسنها ازاي، طريقة التحسين بتاعتي ازاي، وبعد ما انا بعملها ببدأ بعملية ان انا ايه اعمل لها بقى الديزاين اللي هو ان شاء الله هناخده في ايه في الاخر. وبالتالي الكورس بتاعنا بإذن الله هنشتغل على system analysis and design. analysis معناها ان انا بعمل عملية تحليل للسيستم. يعني ايه تحليل للسيستم؟ يعني معناها ان في عندي بروبلم، مش شرط تكون مشكلة يعني في مشكلة في السيستم، لا انا ممكن ان انا بعمل عملية تحسين للسيستم بتاعي. زي ايه؟ انا دلوقتي في البنوك، زمان لما كنت ممكن تروح تعمل ايداع لألف جنيه، ألف جنيه كنت ممكن تقعد ايه بالساعة وبالساعتين عشان تعمل ايه ايداع للألف جنيه، مش كده؟ كان بيحصل ولا لا؟ تمام. يعني انا ممكن ألف جنيه، تمام، ممكن اقعد بالألف جنيه عشان اعمل ايداع او عشان ان انا مثلا اسحبه، تمام، ممكن اقعد بالساعة او بالساعتين او ممكن كمان بالتلاتة عشان ايه استنى دوري لحد ما انا اسحب الألف جنيه. هو ده مش ضيعان الوقت؟ فراحوا مفكرين في فكرة ايه بقى؟ دي مشكلة هو، يعني هما بيعملوا عملية تحسين للسيستم، تمام؟ طيب فكروا بقى في ايه؟ انه ما يطوروا من السيستم. فقالوا فكرة ايه؟ الماستر كارد والكلام ده. بالظبط، صح كده اللي هي الاي تي ام بتاعتنا، تمام، اللي هي مكنات الصرف بتاعتنا، تمام، ان انت بدل ما تضيق هم السيستم بتاعنا اللي هم الاداره بتاعه البنك او بعض الموظفين في البنك، لاحظوا يا جماعه في عندنا مشكله، هي ما تعتبرش مشكله هتضيع السيستم بتاعي، لا، ففي عندي حاجه ان انا لو فكرت ان انا احسن فيها هتزود القيمه بتاعه السيستم بتاعي، هتحسن السيستم بتاعي. قالوا ايه المشكله؟ قالوا ان احنا في ناس بتنتظر بالساعات بحيث ان هي تعمل مثلا سحب معين بقيمه صغيره او ايداع بقيمه صغيره، طب ما احنا نوفر لها حاجه اليه تقدر ان هي تعمل ايه تعمل دي. وبالتالي جت فكره اللي هي الاي تي ام من القصه دي، تمام، فعملوا عمليه ايه تحسين للسيستم بتاعي. طيب ازاي ان انا بقى عملت الاي تي ام والحاجات دي؟ عرفت بقى، بدات بقى اعمل ايه اناليسز، تحليل للنظام بتاعي، عرفت بقى احدد بقى المشكله بتاعتي الفعليه ايه، ايه الريكويرمنت اللي انا محتاجاه، ايه الحاجات اللي انا محتاجاه عشان ابني السيستم بتاعي دول، تمام. طيب السيستم بتاعي ده لما يتبني انا بيتبني ايه القيمه اللي هتزود لي في السيستم الحالي، يعني هتزود الارباح مثلا عندي، هتزود الايرادات، هتقلل التكلفه، ولا برضو هيفضل زي الايرادات بتاعتي عادي والتكلفه بتاعتي عادي. ده كلها ان انت بتقعد تدرس الموضوع ده،
طيب انا محتاجه، هو انا مش السيستم الجديد ده محتاج مثلا مدير يدير يشرف على المشروع؟ اعرف مين المدير اللي هيشرف على المشروع. طب انا محتاجه صف مثلا مجموعه من الموظفين يقدروا ان هم بقى يشتغلوا على المشروع الجديد ده عشان لحد ما يبنوه، فبعرف ايه مجموعه الاستاف اللي هم هيبقوا مجموعه الموظفين بتاعه المشروع بتاعي، وهكذا لحد ما انا اوصل ايه ابني السيستم، ايه السيستم بتاعي. تمام كده يا شباب؟ فده بإذن الله ان هناخده بالايه بالتفصيل ايه عندنا في خلال الكورس بتاع. تمام، ان شاء الله الكتاب اللي بإذن الله هنشتغل عليه اللي هو System Analysis and Design اللي هو الفيرجن ايه 5 بإذن الله. النهارده ان شاء الله هنشتغل جزء كده في شابتر 1، والمره الجايه بإذن الله هنكمل ايه مع بعض. لو في اي جزئيه وانا بشرح مش واضحه وقفني. تمام، متفقين يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، نسمي كده مع بعض بقى كلنا كده بسم الله. دكتور، هو ايه الفرق بين الماده دي والاي اس؟ لا، الاي اس بتشتغل على كل الانظمه عندنا، كل اللي هو هي تعتبر الاي اس دون. انتوا خدتوا ايه في الاي اس؟ انا ما اعرفش في الاي اس خدتوا فيها ايه عشان بس ايه اقارن ما بينها وما بين دي. خدتوا ايه في الاي اس؟ انترودكشن والاي تي والسوفت وير والهارد وير وال ايوه. بص هو بقى خد ايه، انا مش انا كنت لسه بتكلم بقول لك ايه، انا هعمل سيستم جديد مش كده؟ يبقى لازم تعرف السيستم بتاعي دون بيتكون من ايه. اللي انت قلت عليه ده سوفت ويرز هارد ويرز، يبقى انت عندك خلفيه لما انا اقول لك سيستم تبقى عارف السيستم دون عباره عن هارد وير سوفت وير انفراستراكشر اللي هي البنيه التحتيه عندي في السيستم بتاعي، عندك اللي هو البروجرامز بتاعتي. لازم تكون انت ايه فاهم عندنا، عشان كده هتلاحظ ان انت خدتها قبل الماده دي مش كده؟ تمام. وبالتالي هي تعتبر ايه اللي هي البداية، ان انا دلوقتي عاوز ابني بقى، عاوز ابني information system. يعني انا هنا في خلال الكورس دول انا عاوز ابني information system. تمام كده، ابني ازاي؟ ده اللي بإذن الله هنشرحه خلال ايه خلال الكورس كله. ها، وصلت الفكرة؟ ان انا في الاي اس هو بيديك يعني خلفية عامة عن يعني ايه نظام. تمام، طيب ايه يعني ايه الفرق ما بين سيستم وانفورميشن سيستم؟ تمام، طيب الانفورميشن سيستم ده عبارة عن انواع، في انواع للتايبس للانفورميشن سيستم ولا لا، هتاخد فيها حتى الداتابيز وايه هي الداتابيز بتاعتنا وهكذا. يعني هي تعتبر زي ان هو بيديك خلفية عن الأنظمة وأنواعها وأنواع الانفورميشن سيستم كلها، وبعد كده أنا هنا خلال الكورس ده إزاي أبنيه بقى من الـ A to Z. يعني من أول ما أنا أفكر في الـ requirement، في إن أنا في عندي problem وأحاول إن أنا أعمل لها أحللها وأشوف إيه المشاكل اللي عندي وأحاول إن أنا أحددها لحد ما أبني النظام بتاعي. تمام؟ تمام يا باشمهندس؟ تمام. طيب اول حاجه لازم اعرفها عندي في الكورس دون حاجه اسمها سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي مراحل تطوير النظام، يعني اللي هو كنت لسه بقول لك كده، ان انا من اول ما افكر ان انا في عندي مشكله، في عندي بروبلم، تمام، لحد ما انا اعمل لها امبلمنتيشن، يعني ان انا ابنيها. فعشان كده هو بيقول لك ايه، the process of determining how the information system can support the business needs، واعمل لها design وbuild واعمل وحد ما انا ايه delivering to the user. يعني معناه ايه؟ ان انا زي ما قلنا مثلا اللي هي فكره بتاعه الاي تي ام، اول حاجه لازم اعرف لما انا قلت ان انا بفكر ان انا اعمل اي تي ام، طب ايه الفايده اللي انا هترجع ليا لما انا هعمل اللي هو الاي تي ام ده؟ تمام. طيب اللي هو طيب بعد ما انا عملتها وفكرتها، طب انا مش هبدا ان انا اعمل لها اناليسيس او ديزاين، طيب ازاي اعمل اللي هو النظام بتاعي ده؟ خلي بالكم ان الديزاين والاناليسيس هي عمليه على الورق مودلز،
على الورق، تمام؟ انا لسه ما فكرتش في اي كودينج وفي اي حاجه، لحد ما انا بعمل المودلز بتاعتي، تمام، هبني السيستم بتاعي. بص اقول لكم حاجه بسيطه جدا توضح لكم الموضوع. انا دلوقتي انا هقرر ان انا ابني بيت، تمام، عاوز ابني بيت. اول حاجه، اول خطوه بتاع اول خطوه انت هتعملها عشان تبني بيت، اول خطوه الاساس، انت هتعمل الاساس. بروح انا واحد للمهندس. معرفش لا يعني اوكي تمام، لا انا بروح للمهندس اكيد، وهو هو مهندس البيب هو العمارة بيعلمني. ده. طب نسمع بعض يعني، واحد وبعد كده الناس التاني يتكلم. اتفضل يا باشمهندس. بروح للمهندس العمارة ده يبني لي يرسم لي شكل كده للبيت في تمام الاول. تمام طيب، وبعد لا كده بيروح عامل ايه؟ بيروح بيرجع للمهندس لك. المدني ينفذ الخطة دي. تمام طيب، يبقى انا اول حاجه انا قررت، مش كده؟ قررت ان انا ابني، يبقى اول حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل بلان، مش كده؟ انا قلت ان انا عاوز ابني. طيب فلوسك قد ايه عشان عاوز تبني؟ طب الارض اللي انت عاوز تبني عليها ايه؟ مساحتها ايه؟ عرضها ايه؟ طولها ايه؟ وهكذا. وبالتالي انت في الاول هتقرر يعني هتعمل بلان، تمام، ان انا عايزه ابني بيت. طيب البيت ده هتبنيه فين؟ يبقى تحدد المكان اللي انت هتبني فيه. طيب انت معاك فلوس، معاك قد ايه فلوس عشان تبني البيت ده؟ طيب انت الاول حددت الموضوع ده. طيب بعد كده زي ما انت قلت هروح لمهندس معماري، يا باشمهندس انا ناوي ان انا ابني بيت، تمام، على مساحه ارض كذا وكذا ومش عارف على ناصيه، والجيران عندي على الناحيتين او على ناحيه وهكذا. ان انت بتديله زي تخيل على الايه، على المكان اللي انت ايه هتعمل عليه. هو زي ما انت قلت كده ان هو بيرسم لك رسمه، تمام. رسمه دي هل دي تعتبر الرسمه النهائيه ولا بيرجع لك؟ ها، لا هو اكيد بيعمل بيرجع لي برضه، بالظبط، هو بيعمل بيرجع رسمة على تخيله هو، تمام، وبيرجع لك، مش كده؟ طيب بيرجع لك بيقول لك انا اهو يعني انا متخيل ان هو البيت هيبقى بشكله كذا وكذا، رأيك ايه؟ تمام، هتقول له اه اوكي، او هتقول له عملية تعديلات في الايه، في الرسمة دي، مش كده؟ طيب خلاص، بعد ما احنا قعدنا عمليه كذا قاعده كده مع المهندس المعماري، خلاص احنا خدنا الاوكي على الرسمه النهائيه بتاعه الايه، بتاعه البيت ده. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ زي ما انت قلت هروح المهندس المدني بقى دون اللي هيبني بقى. طيب المهندس المدني ده هيعمل ايه بقى على الرسمه اللي هو خدها؟ هيقول لك ايه، لا انا عايز مثلا كام عمود، مش كده؟ لا ده العمود دون محتاج مش عارف كام سيخ حديد، مش عارف محتاج كمية أسمنت، مش عارف كمية أسمنت كذا وهكذا. يعني هو بيعمل زي بلو برينت للإيه، للرسمة اللي هو إيه حددها، تمام. عاوز مش عارف هيبقى الارتفاع بتاع العمود هيبقى كذا، عاوز وهكذا، الحاجات دي الأساسية، تمام. عاوز كام كابل هيبقى عندك في الموضوع. فده كله على الورق، خلاص خدت الأوكي وقلت له أيوة أوكي وماشي وهنعمل. إيه اللي بعد كده؟ أنا خلاص أهو عملت الاناليسز اهو، يعني انا الاناليسز ده هنا ايه بقى؟ ان انت رسم المودلز، رسم اللي هو الرسمه بتاعك، وخدت الاوكي على خلاص على الرسم. الديزاين ان انا حددت كميه اللي هو الحديد اللي انا عايزها، تمام، لو انا بعمل بيت يعني، الكميه الاسمنت اللي انا محتاجاها، الكابلات اللي انا محتاجاها وهكذا. طيب بعد كده الخطوه اللي بعد كده المفروض هيعمل ايه؟ هينفذ ده. هينفذ اللي هو ايه بقى، اللي هي حته البيلد بقى، هبني بقى، هبني فعلي، هبني فعلي اه بقى السيستم بتاعي، تمام. طيب بعد ما انا بنيته ومش عارف ايه، مش هتسلمه اهو، اللي هي الديليفرنج للايه، لليوزرز، تمام كده. نفس الفكره وانت بتعمل زي بيت، هي هياها، وانا بعمل انفورميشن سيستم. اول خطوه لازم افكر فيها ازاي الانفورميشن سيستم بتاعتي دي هتزود
احتياجات اللي هو البيزنس بتاعي، فهتزود القيمة بتاعة البيزنس بتاعتي، تمام؟ هتزود الإيرادات، هتزود مثلا اللي هو الإيرادات، وهتقلل التكلفة بتاعتي، تمام؟ وهبدأ أعرف أعمل بالتفصيل الدنيا بتاعتي دي هتبقى ماشية إزاي. بعد كده أبدأ أعمل رسمة اللي هو زي ما بعمل بيت، هعمل مودلز كده، هنعرف إيه المودلز بتاعة السيستم أناليسيس، تمام؟ واعمل زي مجموعه رسومات كده احدد فيها اللي هو تخيلي للسيستم بتاعي هيبقى شكله ازاي. بعد كده اعمل ديزاين اللي هي بقى ان انا احدد ايه هي الهارد بالنسبه للاي اس، زي ما انت كنت لسه بتقول انا عندي هارد ويرز وسوفت ويرز والكلام ده، واللي هي والتليكوميونيكيشن والداتابيز واللي هو والابلكيشن بروجرام. طب انت ايه في الديزاين بقى احدد ايه الهارد ويرز اللي انا محتاجاها، السوفت ويرز اللي انا محتاجاها، الاتصالات اللي انا محتاجاها، ايه اللي هو البروجرامز اللي انا محتاجاها، هكود بانهي لغه، اوفر اللغه بتاعتي دي. طيب بعد كده بقى انا خلصت حددت كل حاجه بالتفصيل، ابني بقى اعمل كودنج للسيستم بتاعي اللي هو عملية البيلدينج. طب انا خلصت وعملت كل حاجة، او اقول بقى للناس بقى بتاعت اللي هو البيزنس بتاعتي، يا جماعة انا خلصت السيستم اهو، تعالوا اشتغلوا بقى ايه عليه. هتعمل عملية انتقال بقى من الاولد سيستم للايه، للنيو سيستم ده. ها تمام كده، فاهمين ولا في حاجة مش مفهوم؟ لا تمام تمام مين اهم دور في الموضوع ده كله؟ مين بقى؟ سيستم اناليست. سيستم اناليست زي ما انا بقول، هو انا لما باجي اعمل بيلد للسيستم، مش مبني بعمل بيلد للسيستم على اساس الرسمه. طب لو كانت المودلز بتاعتي غلط يبقى كله غلط بالظبط. وبالتالي اهم دور في اللي هي السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هو السيستم اناليست. ليه؟ لانه هو الشخص اللي بيبدا بقى يعمل اللي هو يحلل لي الموقف الحالي بتاعت البيزنس بتاعت السيستم الحالي، ايه عامل ايه، شغال ازاي، تمام. الخطوه اللي بعد كده بيحدد لي انا ايه التحسينات اللي انا ممكن اوفرها في السيستم الحالي دلوقتي. بعد كده بيعمل عمليه الديزاين، هيصمم لي بقى ويعمل لي مودلز للديزاين بتاعي. وبعد كده بقى ايه اللي هو يوصله اللي هو الايه للشخص اللي هو ايه هيبني بقى الايه اللي هو النظام بتاعي ده، تمام كده. يبقى اهم دور عندي في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هو السيستم اناليست. طيب زي ما كنا لسه بنتكلم ان هو السيستم اناليست يعتبر اهم دور في الايه في اللي هو في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، تمام. بيقول لك السيستم اناليست دون شخص لازم يكون قريب من كل التيم اللي هو هيشتغل عليه المشروع. زي ما كنا لسه بنتكلم ان انا دلوقتي لو هبني سيستم جديد، يبقى لازم احدد مين المدير هيبقى، مين بقى هيبقى المدير بتاع المشروع الجديد دون اللي هيعمل السيستم دون، مين فريق العمل اللي هيشتغل على المشروع دون. فالسيستم اناليست لازم يكون واحد قريب من كل فريق العمل بتاع الايه بتاع المشروع بتاعي ده، تمام. زي ما اتكلمنا دلوقتي ان السيستم اناليست دون لازم يكون فاهم ازاي التكنولوجي الجديده دي هتحل لي المشكله. يعني انا دلوقتي زي ما كنا بنتكلم اللي هو السيستم بتاع الاي تي ام، السيستم اناليست ده لازم يكون يعرف لما انا ابني الاي تي ام دي ايه التحصيل هتحل لي مشكله ايه. لازم هو يقول لي يعني يقول لي الانسرز بتاعت الاسئله دي، ايه اللي هيحله لي، ايه الفايده اللي هترجع لي من الموضوع ده، ولا انا بس هدفع فلوس على الفاضي وما فيش اي حاجه، ما فيش اي فايده ايه هتعمل. مين اللي هيحل لي، مين اللي هيجاوب لي على الاسئله ده، اللي هو السيستم اناليست. السيستم اناليست بيبقى تشينج الايجنت. تشينج ايجنت يعني اللي هو الوكيل التغيير، ما احنا كنا بنتكلم هو الراجل اللي هو هينقل لي من الاولد سيستم للايه للنيو سيستم عن طريق ايه، ان هو يعمل لي اناليسيس او تحليل للايه للنظام الحالي بتاعي، يعرف لي النظام الحالي دلوقتي دون شغال ازاي، ايه الحاجات اللي هو محتاجها. بعد كده ايه التحسينات اللي هو محتاجها عشان اعمل تحسين للسيستم الحالي، تمام. ايه مثلا انا لما اعمل اللي هو السيستم الجديد دون يقدر ان هو يدرب لي الناس اللي هم اليوزرز الحاليين اللي هم شغالين في السيستم الحالي، يشجعهم. يعني انت في اوقات بتواجهني مشكله ان انت اللي هم اليوزرز الحاليين اللي شغالين في السيستم يقول لك لا،
يا عم انا بتاع دون، انا عارف الحاجه بتاعتي دي وانا خلاص وبقالي سنين شغال عليها، ما تحاولش ان انت تغير، انت تقول لي استخدم سيستم جديد. مش اوقات بتسمع الموضوع ده ان يقول لك بعض الموظفين لا لا لا، انا مثلا ايه، لا انا مش عاوز اغير، انا فاهم فاهم الحاجه بتاعته، فاهم شغلي، والنبي ما تقوليش. انت بقى بتشجعه بتقول له لا، ده السيستم الجديد بتاعك ده هيسهل لك كذا وكذا وكذا. زي ما مثلا دلوقتي هتلاحظوا ان اصبحت كل المصالح الحكوميه اصبحت دلوقتي شغالين على الايه، على الاجهزه، الكمبيوترز بتاعتك دي، عشان تحول الموظف اللي هو بقاله سنين شغال على الدفاتر وبيكتب وبيعمل، ان هو يستخدم الكمبيوتر ده كان يعتبر ايه، مخاطره. لان في ناس كتير او تقول لك هو انت جاي دلوقتي وتقول لي اغيري، لا انا، فبالتالي انت بتشجعه تقول له لا، ما انت المستندات دي اوقات بتقعد تدور عليها وبتعمل عليها، فانت دلوقتي هتكتب، ده هي مجرد تدريب. وبتشجعه ان هو يبدا ان هو يتحول على السيستم الايه الجديد. مين دور مين اللي بيعمل الموضوع ده كله؟ اللي هو السيستم اناليست. عشان كده بسميه ايه بقى، تشينج ايجنت. تمام كده يا شباب؟ ها ها في تمام. اي تمام. طيب ايه المهارات اللي لازم تتوفر في السيستم اناليست؟ احنا بس متفقين ان السيستم اناليست ده واحد، اولا لازم يكون قريب من فريق العمل، تمام كله. السيستم اناليست لازم يكون فاهم السيستم الحالي كويس قوي فنيا. السيستم اناليست لازم يكون فاهم السيستم الحالي دون ايه شغلته، كان عاوزه ايه. السيستم اناليست لازم يكون فاهم كويس قوي ايه المشاكل بتاعه السيستم الحالي. انا ده كله عمال اقوله لكم عشان تعرفوا ايه المهارات اللي هيبقى محتاجها السيستم اناليست. فاول السيستم اناليست لازم يكون، احنا بنتكلم ان هو هيبقى قريب من فريق العمل، وبالتالي يكون عنده فكره اللي هو الرياده، او يكون شخصيته قويه ان هو يقدر ان هو يقنع اللي حواليه ان هو في عمليه التغيير. وبالتالي هو بيقول لك ايه، السيستم اناليست لازم يكون عنده مجموعه مهارات. ايه المهاره بتاعتي دي؟ تكنيكال. كلمه تكنيكال معناها ايه؟ تكنيك، ايوه، يعني ايه تكنيك؟ يعني ازاي يعرف يدير وكده والكلام ده، عنده خطة حلوة يعني. لا، تكنيكال يعني فني. كلمة فني بالعربي معناها ايه؟ إدارة فنية. الايه؟ انا ما سمعتش والله. إدارة، زي إدارة فنية كده. تكتيك ايوه دي بس طريقة معينة يعني بيمشي عليها عشان يحاول تكنيكال. يوصل لحاجة. تمام، تكنيكال معناه ايه، فني، فنية، فني. يعني ايه؟ يعني انا معناه ان انا زي ما كنا بنتكلم كده، اللي هو في عندي مشكلة في مصنع النساجون مثلا، يعني يبقى لازم يكون عارف مثلا الالات دي شغالة ازاي، تمام، ايه السوفت ويرز اللي احنا شغالين عليها، لازم يكون فاهم الشغل الفعلي بيشتغل ازاي. فتكنيكال معناها فني، فنيا، يعني حقيقيا شغاله فعليا ازاي. فعشان كده حتى هو بيقول لك ايه، must understand the technical environment، يعني البيئه الفنيه اللي هي الحاليه فعليا السيستم شغال ازاي. تمام، يعني لازم يروح على ارض الواقع هناك ويشوف المصنع ده شغال فعليا ازاي، ايه الالات اللي هم مستخدمينها، طب الآلات دي شغالة ازاي؟ طب الآلات دي محتاجة عدد موظفين قد ايه؟ طيب الموظفين دول لازم يكون عندهم مهارات ايه؟ وهكذا. وبالتالي فني، تكنيكال معناها فني، يعني لازم يكون عارف الشغل الفعلي شغال ازاي. تمام كده؟ طيب بيزنس. بيزنس حتى معناه ايه؟ يقول شغل لك راجل بيزنس معناه ايه؟ زي مثلا أعمال أو شو كده، اه معناه ايه؟ بزنس يعني استثمار أو معناه ايه؟ انا بقول لك راجل الاعمال دون، بيقول لي يقول لك راجل الاعمال ده معناه ايه؟
انه بتكون فاهم يعني في اعمال كتير مثلا وكده ولا؟ انا ما اقول لك انت ايه رجل اعمال، معناه ايه؟ معناه واحد فاهم الشغلانه دي كويس قوي، مش كده؟ يعني ايه فاهم الشغلانه دي كويس قوي؟ يعني فاهم الشغلانه دي يعني هتكلفني قد ايه وهتكسبني قد ايه، مش كده؟ بالظبط تمام. بالظبط. طيب انا لما ابني سيستم جديد، السيستم اناليست دوت مش المفروض يفهم ازاي انا هبني سيستم جديد؟ تمام. الجديد دوت هيزود البيزنس بتاعتي ايه؟ يعني ايه هيزود البيزنس بتاعتي؟ يعني معناه ايه الايرادات اللي هيزودها لي؟ ايه القيمه هيكسبني قد ايه؟ بالمعنى بالاخر يعني هيكسبني قد ايه؟ طب لو هو هيخسرني، ما انا ما بنهوش اصلا من الاول يعني. وبالتالي السيستم اناليست لازم يعرف انا بفكر ان انا اعمل نظام جديد. طيب النظام الجديد ده لازم يكون عنده مهارة يعرف ايه المكسب اللي هيكسبه في الايه، في اللي هو في اللي هيكسب النظام دون الحاجة الجديدة، هيكسبه قد ايه فلوس، قد ايه هي مثلا هيقلل التكلفة، مش شرط يكون ارباح، ممكن يقلل التكلفة، هيقلل التكلفة بتاعتنا قد ايه. تمام. طيب اناليتيكال حتى معناها ايه؟ تحليلي، مش كده؟ تحليل ده معناه ايه؟ ان انا عندي مشكله واحللها. تمام. وبالتالي كانه بروبلم سولفر. يعني ايه؟ ان انا عندي مشكله، انا عندي مشكله معينه. تمام. عندي مثلا في البنك بيحصل تكدس كبير قوي، ولاحظنا ان التكدس ده ملهوش لازمه. تمام. فعندي مشكله. تمام. طيب ابدا احلل المشكله بتاعتي دي، ايه الاسباب اللي ادت مثلا عمليه التكدس في البنك دون؟ طيب ايه الريكويرمنت اللي انا محتاجاه عشان احاول ان انا اقلل التكدس دون؟ طيب ايه الحاجات اللي انا اللي هو التحسينات اللي ممكن الامبروفمنت اللي ممكن احسنها عشان ما يسببش التكدس ده، وهكذا. وبالتالي عندي مشكله وبوصل ايه لسوليوشن، فده بسميه عنده مهاره اناليتيكال، محلل، ان هو يعرف ايه المشكله ويحللها ويوصل ايه للسوليوشن عنده. تمام. انتربيرسونال يعني يكون زي اجتماعي. ايوه صح بالظبط، اجتماعي، هو بالظبط كده. راجل يقدر ان هو يتكلم مع كل الناس من كل الطبقات من تحت لفوق، يقدر يتكلم مع العامل العادي. تمام. اللي هو ويقدر ياخد منه معلومات، يقدر يتكلم مع المانجر اللي هو الراجل اصلا المفروض يكون فاهم الدنيا كويس قوي، ويقدر ان هو ياخد منه معلومات، يقدر يتكلم مع الناس اللي هم ممكن يكونوا فاهمين اي تي، يعني فاهمين يعني انفورميشن سيستم، اي تي انفورميشن تكنولوجي يعني، ويقدر ان هو يعني ايه يكون قريب منهم. وبالتالي زي ما انتوا قلتوا كده اجتماعي، مش راجل بيتقرنن، لا لا لا، فهو يقدر ان هو يتعامل مع كل الايه، مع كل الطبقات من الناس. طيب مانجمنت كلمة حتى إدارة، يكون مثلا قادر إن هو يبقى بالظبط زي ما احنا قلت إداري. تمام. احنا مش احنا كنا لسه بنتكلم، انا لما عشان انقل واحد من نظام هو شغال عليه بقاله مثلا 10 سنين لنظام جديد، ومش دي مخاطر فيها ريسك ولا لا؟ اكيد اكيد. وبالتالي انت بتحاول بقى، انا كمدير انا اقدر انا اقنعك، لا يا عم، لا والله، ايوه ماشي، انت عندك حق ان انت صحيح شغال على الموضوع ده، وانت خلاص اتعودت عليه ومش عارف ايه، بس لا بص بقى، النظام الجديد ده فيه 1 2 3 4، هتوفر لك 1 2 3 4. وبالتالي ان انت بتحاول ان انت ايه تقلل اللي هو الايه اللي هو الضغوطات اللي عليه، ان انا عملت ان انا اتنقل من كذا لكذا، دي تعتبر حاجه ضغط عليا، لا لا لا، انا خليني على الطبيعي اللي انا عارفه،
فانت بتحاول تقنعه لا لا لا، الجديد ده باذن الله هيوفر لك كذا وكذا، هيحسن لك كذا وكذا، هيوفر لك الوقت كذا وكذا، يوفر لك المجهود كذا وكذا. تمام. برضو في الريسك، المخاطر، ان انت طيب ايه المخاطر اللي هتقابلني لو انا اتنقلت من النظام القديم اللي احنا شغالين عليه ده للنظام الجديد بتاعك، ايه المخاطر اللي ممكن تقابلني في عملية الانتقال دي. فبالتالي لازم يكون عنده مهارة الايه، المانجمنت ايثيكال، ان يكون خلوق. ايوه، يعني ايه خلوق؟ يعني مثلا يكون عادل وصريح، بالضبط. ما فيش مثلا لف ودوران او كده. صح، هو من الاخر اللي انت قلته كده، صريح، ما عندوش اللف والدوران. ما تجيش مع واحد تتكلم بطريقة او واحد تاني تتكلم بطريقة، كل اللي انت بتتعامل معاهم بنفس الطريقة. ما تجيش مع واحد تكون ما شاء الله يعني مية مية، وواحد تاني تلاقيه تقعد تتكلم وتتقرن وتعمل، لا لا لا، خليك كل عندك اخلاق مع كل فئات الايه اللي هو النظام بتاعك. يبقى اذا نقول تاني ايه السكيلز بتاعت اللي هو السيستم اناليست. واحد تكنيكال، تكنيكال، تمام، فاهم، يفهم السيستم الحالي فعليا شغال ازاي. ها، ثاني حاجه البيزنس والاناليست. بيزنس، لازم يكون الشغل اللي هو يكون فاهم البيزنس بتاعت السيستم الحالي دون ايه، السيستم الجديد دون هيزود ايه الايرادات، هيقلل التكلفه قد ايه، وايه القيمه اللي هيزودها للسيستم الحالي دلوقتي. ها، الثالث حاجه الاناليتيكال. اناليتيكال، لازم يكون عارف ايه المشكله الحاليه ويحاول ان هو يحللها ويوصل للسوليوشن. رابع سكيل انتربيرسونال، يكون عنده ايه قدرات شخصيه ان هو يقدر يتعامل زي ما انت قلته كده، هي اجتماعي، تعتبر القيمه اللي هي الصفه اللي تقدر توصف الحته دي، اجتماعي، راجل يقدر ان هو يتكلم مع كل الناس. اللي بعد كده، السكيل اللي بعد كده مانجمنت اداري، يقدر ان هو يتعامل، يعمل مانج للناس، يحاول ان هو يخفف الضغوطات اللي هتقابلهم، يحاول ان هو يشوف ايه المخاطر اللي ممكن تقابلني من الاولد للنيو سيستم. ها، اخر حاجه بقى، اخر سكيل عندنا ايثيكال، زي ما انت قلت كده، راجل صادق، تمام، عادل، يقدر ان هو ما عندوش لف ودوران مع كل الناس بنفس الايه، بنفس الموقف. تمام، ده اللي هي المهارات اللي ممكن تقابلني تعمل اللي هو السيستم اناليست. طيب ايه هي الرولز او الادوار بتاعه السيستم اناليست؟ في عندنا اللي هو اربع ادوار. حتى انت لما هتشوف لو احنا فهمنا السكيلز هنفهم واحده واحده. سيستمز اناليست، سيستمز اناليست، محلل الانظمه، يعني اللي هو ايه بقى، اللي هو زي ما احنا قلنا، طالما محلل الانظمه يعني معناه ايه، اللي هو زي تكنيكال وبزنس، يعني هو عنده اللي هو الايه السكيلز بتاعت الاثنين، يكون فاهم اللي هو النظام الحالي، النظام الحالي شغال ازاي فنيا، ايه الحاجات اللي هي فعليا موجوده في السيستم الحالي، تمام، ايه التحسينات، المشاكل اللي هي بتقابل السيستم الحالي، ايه اللي هو التحسينات اللي انا ممكن اعملها على السيستم الحالي، تمام، ايه اللي هو السيستم الجديد بتاعت الدنيا هيبقى شكله ازاي، واحاول ده هو السيستمز اناليست. طيب بيزنس اناليست، حتى برضو قلنا بيزنس ده راجل، ده هيبقى عنه ايه بقى زي ما اتكلمنا، هو برضو بقى عندي ساعات كده وبيرجع تاني. طب ما سمعتوش من اول فين؟ عند بزنس اناليست
بيزنس اناليست. بيزنس حتى لما كنا لسه بنتكلم على السكيلز، بيزنس بيزنس دون، يبقى رجل اللي هو الاناليست دون هيبقى دوره ايه؟ خاص بالبيزنس، ان انا اعرف ايه هي البيزنس بتاعت السيستم الحالي دون، هو شغل ايه، الشغلانه بتاعت السيستم الحالي دي ايه، تمام، ايه التكاليف بتاعت السيستم دون قد ايه، ايه الايرادات اللي بيوفرها السيستم ده قد ايه، تمام. طيب انا لما هعمل النظام الجديد دون، ايه الارباح اللي هتزودها لي السيستم الجديد دون، طب هيقلل لي تكلفه، طب التكلفه بتاعتي دي هتبقى قد ايه، تمام. فده اللي هي الايه اللي هو البيزنس ايه اناليست. طيب انفراستراكشر، كلمه انفراستراكشر معناها ايه؟ انفراستراكشر حتى معناها ايه بالعربي؟ بنية تحتية. ايوه، يعني ايه بنية تحتية؟ كل نظام بيبقى له الأساسي. بنية تحتية. ايوه الاساسي، يعني انا دلوقتي انا شغ انا السوفت وير والهارد وير بالظبط، الحالي الحالي، تمام، ايه الهارد ويرز اللي موجوده، ايه السوفت ويرز اللي موجوده، زي ما كنا بنتكلم اللي هي التكنيكال الفعليه بقى، الهارد ويرز بتاعتي، السوفت ويرز بتاعتي. خلي بالنا عشان الحاجات دي هتجيلك اسئله، يعني الانفراستراكشر مركز على التكنيكال ايشوز اللي هي القضايا الفنيه، اللي هي الحاجات الفعليه اللي موجوده، الهارد ايه الالات اللي هم مستخدمينها، الهارد ويرز بتاعتي ايه، السوفت ويرز بتاعتي ايه، الكابلات بتاعتي اللي هي التليكوميونيكيشن، اللي هي النتورك بتاعت الكابلات اللي بتبها في الشبكات، شكلها ايه، انواعها ايه، طيب هل هم عاملين داتابيز، طب الداتابيز بتاعتي دي ايه، ما هو ايه البيانات اللي موجوده فيها، تمام. وبالتالي انت بتحاول ان انت تشوف الفعلي ايه، وايه التحسينات اللي انت محتاجها عشان تحسن ان هو الايه الانفراستراكشر بتاعت السيستم الحالي، تمام. طيب الدور اللي هو الأخير اللي هو change management analyst، كلمة change management معناها ايه؟ تغيير. لا، إدارة التغيير، مش كده؟ لا، إدارة التغيير بالظبط، تمام. يعني ايه إدارة التغيير؟ هغير ايه؟ وانا هغير ايه؟ مش انا هبني نظام، الناس اكيد، تمام، هو انا مش هبني نظام جديد، تمام، بعد كده محتاج ناس جديده بالظبط بالظبط، وبالتالي ان انا هغير من الاولد للنيو، تمام. طيب والناس اللي كانوا شغالين على الاولد مش هيتنقلوا للنيو بالظبط، تمام. طيب طب النيو ده، طب النيو هو الناس دول كانوا عارفين النظام الجديد ده شغال ازاي، مش محتاج ان انت تعمل له تريننج، تدربه، تمام، تدربه على النظام الجديد دون، تقول له لا لا، تقول له اللي هي السياسة اللي هو زي ما قلنا نحدد الاستراتيجيز اللي فيها، اللي هي اقدر اتقوم اللي هو الريزيدنس، اللي هي اقاوم التغيير، زي ما كنا بنتكلم في ناس تقول لك لا يا عم خليني زي ماني، انا عارف شغلي وخليني زي ما انا، يا عم ولا والله لو انت ما قدرتش تقنعه ان النظام الجديد بتاعك دون حلو، يبقى خلاص يبقى دورك، لا دورك كده ناقص. انما لو قدرت تقنعه وتحاول ان انت تقنعه لا لا لا، الجديد دون هيبقى كويس وهيوفر لك كذا وكذا، وتقدر ان هو لا يبقى خلاص هو مقتنع بالنظام الجديد ده وحبه، تمام، هيقدر ان هو ايه يتنقل ليه للنظام الجديد. وبالتالي ده بسميه ايه بقى، التشينج مانجمنت، اللي هي اداره التغيير، ان هو عشان انقل من اولد لنيو، ده معناها ان انت هتنقل يوزرز اللي شغالين على الاولد ليه اللي هم للنيو. طيب هيتنقلوا ازاي، ما هم مش عارفين النظام الجديد ده شغال ازاي، فبالتالي هتعمل لهم دورات تدريبيه تريننج، تمام، تحاول تحببهم في النظام الجديد ده، وبالتالي تقدر ان انت تتغلب على اللي هي الريزيدنس عشان ان انا اغير الايه للنظام بتاع الايه الجديد، تمام. زي ما كنا بنتكلم ان انا هعمل نظام جديد، وبالتالي لازم يبقى فيه عندي مانجر، المانجر بتاعي ده اللي هو بروجكت مانجر، بروجكت مانجر ده اللي هو المدير بتاع المشروع. مشروع ايه؟ مشروع يا دكتوره؟ نيو سيستم، النظام الجديد اللي انا هبنيه، تمام.
وبالتالي حتى هو بيقول لك ايه ensures the project is completed، يعني انا معناها ان هو بيتاكد، يعني هو المدير ده ان انا قلت مثلا انا المشروع دون المشروع دون هيكلفني كذا بادجت كذا ميزانيه كذا تمام، وهخلصه مثلا خلال سنه تمام. هو دون يعتبر هو ايه المسؤول قدامي ان انت الميزانيه ما تزيدش عن اللي انت حددته تمام، ولازم تخلص خلال الايه خلال السنه تمام. حتى هو بيقول لك ايه ذات ذا سيستم ديليفرز اكسبكتد فاليو، وكمان ايه ان هو لازم السيستم الجديد دون يزود لي قيمه للايه للمنظمه بتاعه الاورجانيزيشن الحاليه، يعني انا ما اضيعش وقتي وفلوسي وفي الاخر ما يحسنليش في الايه في الاورجانيزيشن بتاعه. مين المسؤول عن القصه دول؟ وهو الايه البروجكت مانجر تمام. يبقى اذا البروجكت مانجر هو يعتبر الشخص اللي هو بيتاكد ان المشروع بتاعي ده انتهى في الميزانيه اللي انا كنت محددها تمام، والوقت اللي انا حددته سنه سنتين على حسب ايه ما حددته تمام، وزود لي او اعمل لي عمليه امبروفمنت صحيح للايه للاورجانيزيشن بتاعتي. اللي هو الاكسبكتد فاليو معناها اللي هو زود لي قيمه، يعني ايه قيمه؟ يعني معناها عمل تحسين للايه للمنظمه بتاعت الحاليه تمام كده يا شباب. ها هنا بيقول لك اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه اللي هو الريكويرمنت اناليست، بزنس اناليست، سيستم اناليست، انفراستراكشر. هو بيقول لك اللي تشينج مانجمنت لازم يكون راجل من ايه محدد ايه الريكويرمنت والبزنس بتاعتي اللي هو الشغل بتاعي. بروجكت مانجر ده يعتبر ايه عندي في عارف البيزنس بتاعتي ايه زي ما كنا بنتكلم الميزانيه بتاعتي قد ايه والوقت بتاعي قد ايه، ولازم يكون عارف السيستم الحالي شغال قد ايه. فهتلاحظ ان هي ايه باصت للايه للرسمه بتاعتي. ندخل بقى على نبدا نشرح بقى بالتفصيل ايه هي السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. حد عنده بس اي سؤال في الجزء اللي اتشرح؟ حد عنده أي سؤال في الجزء اللي اتشرح؟ تمام يا تمام. السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل زي ما كنا لسه اللي احنا شرحناه أول حاجة إن احنا إيه عاوزين نبني نظام جديد تمام؟ عشان أبني نظام جديد عندي أربعة ستيبس. أول ستيب عندنا بلانينج عملية تخطيط، تاني ستيب عندنا analysis، تالت ستيب عندنا design، رابع ستيب عندنا implementation. لو انت عملتها بتخيل البيت هتلاحظ ان الموضوع سهل جدا. planning كل مرحلة من المراحل دي لها outputs deliverables معناها outputs، ونخلي بالنا من حتة deliverables outputs بتاعت كل ستيب لان بيجي عليها اسئلة. يبقى انا عندي السيستم ديفلوبمنت اربعه فيسز. اول حاجه بلاننج، هعمل عمليه تخطيط ونعرف يعني ايه تخطيط دلوقتي. اناليسز، هعمل عمليه تحليل وهنعرف دلوقتي يعني ايه تحليل. ديزاين، وبعد كده عمليه تصميم وهنعرف دلوقتي برضو بالتفصيل يعني ايه ديزاين. واخر خطوه عندنا اللي هي الامبلمنتيشن. اي كل فيسز عندي بيبقى لها اوتبوت، عشان كده اللي هو الرسمة دي تخلوا بالكم منها. الرسمة اللي قبل دي؟ لا دي اللي هو فيجر 1-3. أيوة ده يا شباب، أنا هبعت لكم الكتاب النهاردة بإذن الله. الرسمة دي تخلوا بالكم منها تمام؟ لازم تعرفوا اللي كل ستيب عايزه ايه تمام، ولازم تعرفوا الاوتبوتس بتاعتها. هتلاحظوا حتى الجدول دون شرح لكم بالتفصيل الحاجات اللي احنا هنقعد نشرحها دلوقتي يعني تمام. ايه الخطوات بتاعت البلاننج اهو شرحها ستيب باي ستيب، ايه التكنيكس اللي انا ممكن تساعدني في عمليه البلاننج تمام، واهو الديليفرابل اللي انا بتكلم عليه حتى هنا او هنا الاوتبوتس يعني هنا او هنا مفيش مشكله تمام. نخلي بالنا من الجدول ده لان هيجي عليه اسئله تمام يا دكتور. دي تقريبا
مش شامله كله اللي احنا قلناه صح؟ اه طيب تمام تمام. فعشان كده انا بقول لكم في الرسمه دي هي اللي احنا هنشرحه تدله اللي انا هبدا اشرحه دلوقتي. تمام تمام. اللي هو زي ما انا كنت بنكلم السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل معناها ان انا هبني نظام جديد. طيب النظام الجديد ده هتبنيه ازاي؟ هتعمل مجموعه ستيبس. اول ستيب عندنا بلاننج. حتى كلمه بلان معناها ايه؟ خطه، تخطيط، بخطط، لسه بحدد، بقرر، مش كده؟ لسه بقرر هبني النظام ولا ببنهوش، مش كده؟ طيب analysis زي ما كنا بنتكلم، هبدأ بقى أحلل بقى، مش كده؟ أفهم النظام الحالي إيه، تمام؟ وشغال إزاي، تمام؟ وبعد كده أحدد بقى إيه اللي هي الاحتياجات بتاعة السيستم الجديد. design، كلمة ديزاين يا شباب بيتكلم عن الانفراستراكشر، اللي هي ايه الهاردويرز اللي انا عارفين، زي المهندس المدني. يعني انتوا قلتوا المهندس المعماري بيعمل عملية رسمة، مين اللي هنا بيعمل الخطوة دي؟ اللي هو الاناليس، تمام؟ اللي هو مجرد ايه؟ بيعمل لك رسمة، يقول لك ايه البيت دون هيبقى عبارة عن مثلا 3 أدوار مثلا او 4 أدوار، الدور مثلا عبارة عن متقسم مش عارف لشقتين مثلا، الشقة هيبقى فيها 3 مثلا حجرات، المساحة الحجرة مش عارف 3×4 مثلا يعني، تمام؟ فيها حمامين، الحمام هيبقى مش عارف فين، وهكذا. وبالتالي ده اللي هو الايه؟ ان هو بيحدد اللي هو الشكل بتاعي هيبقى ازاي، تمام؟ طيب بعد ما انا حددت ديزاين بقى، مين الديزاين بقى؟ اللي هو المهندس المدني بقى، ان انا ازاي بقى ابني البيت ده، محتاج بقى عدد، يعني انا هبنيه على اعمده. طيب الخرسانه اللي تحت دي هتبقى ازاي؟ عباره مش عارف كم واحده هعملها. بعد كده محتاج كم عمود؟ طب العمود ده محتاج عدد حديد قد ايه؟ طب كمية الاسمنت هتبقى قد ايه؟ وهكذا. ده اللي بسميه الديزاين. حتى هو بيقول لك ايه؟ هاو، كيف، ازاي هبني النظام بتاعي الجديد ده. طيب بعد كده هبني فعلي بقى. ابني فعلي ده معناه ايه؟ implementation، هبنيه، build بقى، هبني النظام بتاعي ده، تمام كده؟ فعشان كده نخلي بالنا من الايه، من الفيجر ده، فيجر 1-3، تمام؟ نرجع بقى كده للسلايد. اول ستيب عندنا زي ما اتكلمنا، انا بتاع لسه بقرر هعمل نظام جديد، بقرر. يبقى اول خط عندي لازم اعرف ليه انا عاوز ابني النظام بتاعي ده. انا عاوز اعمل نيو سيستم شغال بستخدم اللي هو الانفورميشن تكنولوجي، ليه؟ يبقى معناها اللي هو هواي، ليه انت عايز تبنيه اصلا، ليه انت عاوز تعمل النظام الجديد بتاعتي ده، تمام؟ طيب اللي هو هاو ذا بروجكت تيم ويل جو اباوت بيلدينج ات، ومعناه ان هو ايه؟ طب ازاي اللي هو فريق العمل، فريق المشروع بتاعك ده، احنا مش اتكلمنا عشان اعمل نظام جديد لازم يبقى في عندي بروجكت مانجر وفي عندي ستاف، طيب او التيم. طب الناس دول ازاي هيبنوا النظام الجديد ده؟ ده السؤالين اللي لازم تجاوبهم في عمليه البلاننج. يبقى اول واحد ليه انا هبني انفورميشن سيستم دوا. الحاجه الثانيه، طيب اللي هم البروجكت تيم دول، هم فريق العمل اللي انا هعينهم دول، ازاي هيبنوا النظام الجديد بتاعي ده، تمام كده؟ طيب البلاننج عباره عن خطوتين، تو ستيب. اول ستيب عندنا بسميها بروجكت انيشيشن. بروجكت انيشيشن، حتى كلمه انيشيشن معناها ايه؟ بدء المشروع. بدء المشروع، اول حاجه انا ناويه اعمل نظام جديد. طيب ناويه، ايوه، ايه ليه انت عاوزه تبني النظام الجديد؟ بعد عشان كده ان هو بيقول لك ايه، ذا سيستم بزنس فاليو. معناه بزنس فاليو معناه ايه؟ معناه ايه القيمه اللي هو هيزودها النظام الجديد اللي انت عايزاه، القيمه اللي هي الفعليه
بيزنس، حتى كلمة بيزنس معناها فلوس، إيرادات وأرباح، بتاع ده إيرادات وتكاليف أو أرباح وتكاليف. إيه القيمة اللي هتعملها لي، هتزودها لي النظام الجديد بتاعك ده؟ هل هي هتزود الأرباح بتاعتي أو الإيرادات بتاعتي، ولا هل هي هتقلل التكلفة بتاعتي؟ فدي اللي هو لازم تجاوب عليها، اللي هو إيه، how will it lower cost، يعني اللي هو هتخلي لي، هتخفض لي التكاليف، و او هي هتزود لي الايه الارباح. تمام. ايه البيزنس لما انا هبني النظام الجديد دون، ايه الحاجه الجديد، ايه القيمه اللي هي البيزنس اللي هتزودها لي في الاورجانيزيشن؟ هل هي هتزود لي ارباح ولا هتقلل لي تكاليف؟ الموضوع دون في الايه، في الستيب الاولانيه اللي هي البروجكت انيشيشن. طيب نخلي بالنا اهو، بروجكت انيشيشن لها تو اوتبوت. اول اوتبوت عندي اللي هو السيستم ريكويست. ريكويست حتى معناه ايه؟ طلب. طلب يعني انا لسه بقدم، مش كده؟ انا لسه بقدم طلب، انا بقدم طلب ان انا عاوز اعمل نظام جديد، مش كده؟ طيب وبالتالي في واحد، في طب مين اصلا هو بيقول ان انا عاوز اعمل نظام جديد؟ ممكن يكون موظف في عندك في الاورجانيزيشن، او ممكن يكون قسم في الاورجانيزيشن. تمام. بيقول لك يا راح مثلا اللي هو رئيس مجلس الاداره، بيقول له احنا عندنا مشكله كذا كذا كذا، لو احنا عملنا عمليه التحسين هيبقى كذا كذا كذا. الكلام ده كله بيعمل له دوكيومنتيشن فين؟ في سيستم ريكويست. تمام. فحتى هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك a brief summary، يعني معناه ايه، اللي هو ملخص مختصر اللي هو of the business need، اللي هي حاجة البيزنس للنظام الجديد دول. تمام. واكسبلين بيشرح بس باختصار، تمام، ازاي السيستم دول هيدعم اللي هي ايه البيزنس الحالي، يعني زي ما احنا كنا بنقول كده، ده هيزود لي الارباح بقيمة كذا كذا كذا، او هيقلل لي التكاليف بقيمة كذا كذا. يبقى اول حاجة اللي هو الاوتبوتس بتاعت اول ستيب عندنا في البلاننج، ان انا بقدم سيستم ريكويست، طلب لايه، لنظام جديد، بشرح فيه بس باختصار جدا ايه النظام الجديد دون، ايه اللي هو الحاجه بتاعه الاورجانيزيشن الحاليه له. تمام. وازاي اللي هو هيزود لي القيمه بتاعه اللي هي الاورجانيزيشن عندي، يا اما بيقلل لي في التكاليف او ان هو يزود لي في الايه، في الارباح. طيب ايه الحاجه الثانيه، اعمل زي فيزابيليتي اناليس. سمعتوا عن كلمة دي قبل كده؟ سمعتوا عن كلمة دراسة جدوى؟ كتير كتير. يعني ايه بقى؟ اللي هو زي بدرس الموقف كده، اللي هو عامل زي التحليل شوية، بحل الموقف كده قبل ما اعمله. بصوا بقى بحل كده كل حاجة في الفرن. بالظبط. بصوا بقى اللي هم الثلاث حاجات اللي تحت دي، ثلاث حاجات اللي هي تكنيكال فيزيبيليتي، احنا اتكلمنا تكنيكال يعني فنيا فعليا. تمام. وبالتالي تكنيكال اللي هو ايه، كان وي بيلد ات، يعني هل النظام الجديد ده هقدر ان انا ابنيه صحيح؟ ده في دراسه الجدوى لازم تشرح انا هقدر ابنيه بكذا كذا، اللي هو احنا اتكلمنا تكنيكال يعني معناها انفراستراكشر، مش كده؟ يعني انا محتاجه الات كذا، محتاجه سوفت ويرز كذا، محتاجه داتابيس كذا، محتاجه اللي هو نتورك كذا وهكذا. وبالتالي انا ده كله ورق اهو، انا بقول هو بالتالي عشان كده بيقول لك ايه، تكنيكال فيزابيليتي كان وي بيلد ات، يعني هل هقدر ان انا ابني النظام بتاعك اللي انت بتقترحه ده. ايكونوميك فيزابيليتي، ايكونوميك حتى معناها ايه، اقتصادي. اقتصادي، طالما كلمه اقتصادي احنا عارفين ان اقتصادي دوت فلوس. وبالتالي هو بيقول لك ايه، ويل ات بروفايد بزنس فاليو، هل هيديني قيمه في للبزنس، قيمه للبزنس. احنا اتكلمنا قلنا بزنس فاليو معناه ايه، لا اما زياده ارباح، لا اما تقليل ايه، تكاليف. تمام. تمام يا دكتور. تمام. طيب اورجانيزيشنال فيزيبيليتي، organizational حتى تنظيمي. تمام. طيب انا بنيت النظام ده، انا بنيته صحيح، هل ممكن استخدمه؟
زي ما كنا بنتكلم، هتقدر ان انت تعمل تريننج لليوزرز الحاليين، هتقدر ان انت تقنعهم ان هم يتنقلوا للنظام الجديد دون، تمام؟ وبالتالي ده كله ايه، انا لسه بقترحه، كل ده اقتراحات. وبالتالي اول حاجه بتقدم زي سيستم ريكويست، ان انا بقدم زي ملخص كده لفكره المشروع، ايه البيزنس فاليو اللي ايه حاجه البيزنس للمشروع دون، ايه هي البيزنس فاليو اللي هتزودها لي للاورجانيزيشن بتاعي. طيب تاني حاجه عندنا ان انا بعمل دراسه جدوى بالنسبه لثلاث حاجات، تكنيكال وايكونوميكال واللي هو اورجانيزيشن. تكنيكال معناها هل هقدر ابني النظام الجديد ده، ايكونوميكال يعني طيب ايه البيزنس فاليو اللي هتجيبها لي قد ايه احدد يعني، اورجانيزيشنال طيب انا بنيته هل هقدر ان انا استخدمه، يعني هقدر ان انا اقنع الناس الحاليين ان هم يستخدموا النظام ده، طيب هستخدمه، وهكذا. ده كله بعمله خلال ايه، دراسه الجدوى، تمام؟ دي اول ستيب عندنا في البلانينج. تاني ستيب عندنا اللي هي البروجكت مانجمنت، يعني بحدد مين، انا اتكلمنا نيو سيستم يعني انا مع مشروع جديد بعمل بروجكت جديد، طيب يبقى ما لازم احدد مين المانجر بتاعي، بروجكت مانجر، مين المدير بتاعي، والمدير دون هيحدد لي بقى البلان بقى اللي انا همشي عليها، اللي هي الخطه بتاعتي بقى همشي عليها، ان انا هعمل المشروع ده فردا مثلا، هو ده كله مقترح، هخلصه مثلا خلال سنه، تمام؟ خلال الشهر الاولاني هخلص كذا، خلال الشهر الثاني كذا، الثالث كذا، وهكذا. فبيعمل زي بلان، بعمل خطه لحد ما ايه ما هسلم المشروع. طيب مين الناس اللي هينفذوا المشروع دون، الاستاف اللي هو فريق العمل اللي هيعمل المشروع دون، تمام؟ طب ايه التكنيكس اللي هتساعدني اللي انا استخدم المشروع بتاعي ده، تمام؟ وبالتالي في البروجكت مانجمنت اللي هو بحدد البروجكت مانجر بتاعي، البروجكت مانجر ده هيحط لي الخطه بتاعه الشغل بتاعي، هيحط لي اللي هو فريق العمل بتاع المشروع، هيحط لي ايه التكنيكس اللي انا هستخدمها داخل الايه، داخل المشروع بتاعي ده. فعشان كده الاوتبوتس بتاعه البروجكت مانجمنت ده ايه، تعتبر ايه، بروجكت بلان، الخطه بقى، تمام؟ حتى هو بيقول لك البروجكت بلان اللي هي ديسكرايب هاو ذا بروجكت تيم اللي هم هيسلموا المشروع، زي ما كنا لسه بتكلم ان انا مثلا انا قلت المشروع دون هياخد سنتين، طيب في الشهر الاولاني هيخلص قد ايه، الشهر الثاني قد ايه، الثالث قد ايه، وهكذا، تمام يا شباب؟ ها اول ستيب مفهومه. يبقى اول ستيب هواي ليه انا بعمل النظام الجديد ده، تمام؟ واللي هو ايه، هو فريق العمل بتاع المشروع بتاعي ده. طيب الخطوه اللي هي الستيب بقى الثانيه، اناليسيس. اناليسيس هتجاوبني على ثلاث اسئله. يعني السؤال الاولاني، مين اللي هيستخدم السيستم الجديد ده، ده بقى اناليسيس بقى، هيحلل بقى. طب طالما هحلل يبقى انا معناها ان هو يبدا بقى ايه، يفصص لي بقى مين اللي هيستخدم النظام الجديد بتاعي ده، تمام؟ طيب وايه النظام بتاعي ده بيعمل ايه اصلا، النظام الجديد ده بيعمل ايه. احنا اتكلمنا في السيستم ريكويست هو ملخص مختصر، انا عاوز اعمل نظام جديد كانه زي سطر. طيب هنا بقى هيبدا بقى بالتفصيل بقى، طب النظام الجديد ده بيعمل ايه اصلا، طيب مين وايه وهبني وهستخدمه فين، يعني انا هحطه فين، تمام، وامتى هستخدمه. وبالتالي في الاناليسز لازم نعرف مين اللي هيستخدم النظام الجديد، تمام. تاني حاجه ايه النظام الجديد بتاعي دون بيعمل ايه، تالت حاجه امتى هستخدمه وفين ومكانه هيبقى فين، تمام. فعشان كده حتى هو بيقول لك ايه، during this phase، تمام، the project team investigate ايه اللي هو current system، هبدا بقى احلل بقى اللي هو النظام الحالي بتاعي دون ايه شغال ازاي بالتفصيل بقى، افهم بقى كل صغيره وكبيره بقى، تمام. وبعد كده ايه التحسينات اللي هو محتاجها، تمام. وبعد كده ايه اعمل تطوير الايه للنظام الايه اللي هو الحالي بتاعي ده، تمام. طيب عندي الـ analysis phase عبارة عن اللي هو أربعة، عندي اللي هو يعتبر
ثلاثة ستيب عندنا. أول ستيب عندنا اللي هي analysis strategy. استراتيجي حتى معناه إيه؟ يا استراتيجي نفس خطة طريقة. بالظبط كده. بتحط زي يعني ايه زي هي مش بلان لا بتحط زي خطة كده انت هتعمل ايه بالتفصيل يعني. وبالتالي حتى هو بيقول لك ايه ان انت بتدرس اهو بتدرس النظام الحالي اللي احنا كنا لسه بنتكلم بدرس النظام الحالي من الـ A to Z بفصصه من الاخر يعني بقول ايه مشاكله تمام وبتصور الطريقه اللي انا هصمم بيها النظام بتاعي ده. يبقى اذا في اللي هو الاستراتيجي معناها اللي هو اللي هي الخطه او الطريقه اللي انا همشي عليه ان انت بتقعد تفصص اللي هو النظام الحالي ده تقعد بقى مع كل موظف وتقول له بتعمل ايه وبتسوي ايه ومش عارف ايه وبتعمل زي كوتشينيرز والكلام دون بحيث ان انت تفهم بالتفصيل النظام الحالي ده شغال ازاي ايه مشاكله بعد ما عدت تحلل وتفهمه كويس او تعرف ايه مشاكله بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان انت بتحط تصور للايه اللي هو للنظام الجديد بتاعك دون هيبقى شكله ازاي. طيب requirement gathering. requirement gathering معناه gathering حتى معناه ايه بتجمع مش كده تجميع اللي هو الاحتياجات. طيب انا محتاجه ايه محتاجه معلومات. طب المعلومات دي انا هجمعها ازاي انترفيو معناه ايه مقابله شغل بالظبط يعني انت هتروح تقابل الناس فعليا تقعد معاهم يعني يكونوا شغالين وتقعد كده تشوف هم شغالين بالتفصيل ازاي. طيب جروب وركشوب تقريبا هو تيم العمل لا ورك شوب حتى معناه يا جماعه حلو ورك شوب ده اعتقد ان هو المكان اللي بعمل فيه البروجكت بتاعي. ما سمعتوش قبل كده عن ورش عمل سمعتوا عن كلمة ورشة عمل؟ أيوة. سمعتوا عن كلمة ورشة عمل؟ ها؟ سمعتوا عنها يعني قبل كده؟ تمام؟ وبالتالي هقدر إن أنا أقعد مع إيه؟ أعمل زي ورشة عمل كده وأقعد مع الناس دي يفهموني بقى إيه؟ يعني أنا أقابل بعض الناس فعلياً وأقعد معاهم او مجموعه من الناس كده يعملوا لي زي ورشه عمل ويفهموني بالتفصيل ايه الدنيا ماشيه ازاي. كوتشينير اعتقد ان انتوا بتعملوا استبيانات دلوقتي مش كده مش انتوا بيطلب منكم استبيانات ايوه دكتور ايوه بيطلب تمام الاستبيان ده دوره ايه يعني انت لما قريت الاستبيان وجاوبت على الاسئله دي يعني الغرض منه ايه عشان مثلا يحسن يحل مشاكل انفورميشن يا دكتور الايه تقييم الاول وبعدين يحل مشاكل بالظبط يعني انا بشوف اصلا يعني انا بعمل استبيان بشوف الاول اصلا في ايه المشاكل وبحاول ان انا احسنها زي ما انت قلتوا يعني بس انا بشوف الاول يعني انا الاستبيان فرضا مثلا على سبيل المثال عامله استبيان عن دكتورة اسماء مثلا تمام كل الطلبه تمام عامله عليها ان هي لا وحشه مثلا تمام يعني الاسئله كلها تدل على انها وحشه مش انا اعرف بقى في مشكله اهي في مشكله عن محاضر معين يبقى افهم بقى ان انا في مشكله واحاول ان انا ايه احلها تمام لا في هي في اجزاء معينه يعني في اسئله كل الطلبه عاملين عليها كويس قوي وفي اسئله لا مش حلوه طب انا برضو احاول ان انا يبقى في مشكله واحاول برضو ان انا ايه احلها تمام وبالتالي ده دور الاستبيان ان انت بتعمل تقييم
اللي هي للاسئله اللي انت الهدف اصلا من الكوتشينير دوت، بعمل له عمليه تقييم وبشوف هل في بروبلمز وبحاول ان انا اعمل لها امبروفمنت. تمام. يبقى اذا عمليه التجميع لا اما من مقابلات شخصيه انترفيو او وركشوب هعملها واقعد معاهم اشوف الدنيا ماشيه ازاي، او ان انا اعمل استبيانات ومن خلالها اعمل ايه احللها واشوف ايه واشوف اللي هو السيستم الحالي شغال ايه، شغال ازاي ومشاكله ايه، واحاول ان انا احط مجموعه ايه امبروفمنت. حتى هو اهو بيقول لك this information leads to the development of the concept for the new system. يعني انا لما انا قدرت ان انا اجمع البيانات دي كلها عرفت ايه مشاكله تمام، وقدمت اقتراحات اللي هو هيتحط في الايه في السيستم الجديد بتاعي ده. تمام اهو بيقول لك this concept is used to build a set of analysis models. يعني انا هعمل models. كلمة model معناه ايه؟ كلمة model معناه ايه؟ نموذج. مشروع جديد. لا نموذج. طيب النموذج ده على ورق ولا على الكمبيوتر؟ كودينج. ممكن كده ممكن كده يعني الاثنين عادي. ازاي؟ model. كودينج لا تصميم. اوكي لا يبقى كودينج على ورق. على ورق بقى مش كودينج. بس في 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 برضه بيبقى ممكن كودينج يعني مثلا زي زي التقييم او حاجه زي كده على النت، ولا هي بس بتبقى ورق ان انا موديل لا يعني موديل ممكن ترسمه على الكمبيوتر كرسمه تمام، انما كودينج يعني ان انا اكتب كود برمجه يعني لا طبعا. كودينج معناه ان انا ببني بيلد. تمام. وبالتالي يبقى انت عندك ان انا بفهم السيستم الحالي بتاعي دون ايه تمام، وبفهم قصدي السيستم الحالي دون ايه، وبحدد كونسبت مفهوم بس ليه النظام الجديد هيبقى شكله ازاي، ومن خلال المفهوم دون بحط مجموعة التصورات بتاعتي. التصورات بتاعتي دي اللي هي المودلز بقى. تمام كده زي المهندس المعماري كده، زي ما اتكلمنا عن المهندس المعماري لما بيعمل الرسمة دي بيعملها على ايه، هو تصوره بيعمله ايه على ورق او ممكن في برامج رسم. في برامج يعني بالظبط، بس برامج رسم بالظبط. تمام برامج رسم، انما مش كودينج. كودينج دون يعني انا بكتب بعمل برنامج. برنامج دون يعني بيلد. تمام. طيب عشان كده نخلي بالنا ان انا الديليفرابل بتاع اللي هو الاناليسيس فيز معناه ايه، اللي هو ايه بقى سيستم بروبوزال، المقترح بتاع المقترح هناك في البلاننج سيستم ريكويست، ان انا بقدم لسه طلب للنظام الجديد. هنا سيستم بروبوزال مقترح بقى تفصيلي بقى، ان انا بقول انا الكونسيبت المفروض الكونسيبت بتاع سيستم جديد ده هيبقى ايه، وبحط مجموعه بقى الرسومات بتاعتي كلها تخيلي بقى كله هيبقى شكله ازاي. تمام. واللي هو وايه ووريه بقى الايه اللي هو للفريق العمل ايه اللي هو تمام، هل هنستمر ولا لا. لو هم لا ما وافقوش على السيستم الجديد يبقى خلاص من اول هنا مش هكمل. طب لو قالوا لا استمروا بقى واعملوا، يبقى الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه بقى الديزاين. يبقى اذا البلاننج الاوتبوت بتاعها ايه سيستم ريكويست وفيزابيليتي ستادي. تمام. الاناليسز سيستم بروبوزال، البروبوزال دون بحط فيه ايه بقى مفهوم النظام الجديد اللي هو سيستم كونسبت بتاعي، مفهوم النظام الجديد هيبقى شكله ايه، ومجموعه المودلز اللي هي مجموعه الرسومات عن تخيلي عن النظام الجديد بتاعي ازاي، عن من خلال ايه، من خلال المعلومات اللي انا جمعتها اللي هي الريكويرمنت ديزاين. تمام كده شباب. ها حد عنده اي سؤال حتى الان؟ ها حد عنده اي سؤال حتى الان؟ اتفضل. ايوه دكتور، هو المحاضرة يا دكتور مش الساعة 11:30 ل 5؟ المحاضرة الايه؟
معادها 11:30 الا 5. يا عم ما تقلقش انا هخلص قبلها. هو لا المفروض المحاضره دي معادها 10:30 الا 5 عشان عندي محاضره ثانيه. لو سمحت يا لبس انا بعد محاضرتي 11:30 او بكثير قوي تلت ساعه. ميعاد محاضرتي 11:30 ممكن احضر في الوقت ده الساعه 9. عشان ما عرفتش اعمل كده التسجيل بس ايه يعني ما فيش مشكله انا كده كده يعني انت تبع انت تبع مجموعه كام؟ 2 يعني اللي بديك من الاخر. المحاضره للساعه 11:30 ممكن تمام. اصل في معايا دكتور تاني بيدي نفس الماده فلو انا اللي بديك خلاص ما فيش مشكله. وحضرتك بس لما انا سجلت كان مكتوب دكتور اسمها حنفي. تمام يبقى انا خلاص تمام ما فيش مشكله يا باشمهندس عادي. طب بالنسبه لما الميعاد ده مش ما انا كده كده هاخد ده وده وانت مش هتفرق يعني. خلاص تمام يا دكتور شكرا لحضرتك. ها الجزء اللي قبل كده مفهوم يا شباب؟ نكمل ولا حد عنده اي سؤال؟ ها حد عنده اي سؤال؟ طيب احنا قلنا دلوقتي الناس اللي هو البروجكت سبونسر دون اللي هو ايه الراجل اللي هو المشرف على المشروع تمام، ومجموعة الناس اللي هم الفريق دول ايه هيقرروا ان احنا استمروا حتى عشان الناس اللي هتذاكر مثلا في الكتاب او كده اللي هو اسمهم اللي هم الابروفال كوميت تمام، اللي هم لجنة الموافقة اللي هي هتوافق لا هنلغي من دلوقتي او ان انتوا ايه لا كملوا. طيب قالوا قرروا قرار ان احنا نكمل، يبقى هناخد الستيب اللي بعد كده اللي هي الديزاين. احنا قلنا الديزاين معناها ان انا فعليا بقى ازاي هاو ذا سيستم ويل اوبريت، ازاي هيشتغل زي ما قلنا ازاي هيشتغل يعني تكنيكال فنيا بقى هيشتغل ازاي يعني انا ايه الهارد اللي انا محتاجاها، ايه السوفت ويرز اللي انا محتاجاها، ايه اللي هي النتورك انفراستراكشر يعني ايه الكابلات بقى بتاعه الشبكات، ايه الكابلات اللي انا محتاجاها، طب محتاجه كام كابل، طب حجمه قد ايه، طوله قد ايه، وهكذا. اليوزر انترفيس يعني ايه يوزر انترفيس؟ الواجهه بتاعه المستخدم بالظبط. هتلاحظوا ان اوقات مثلا انت لما بتيجي تفتح الموقع تمام، الموقع ده اللي هو قدامك الواجهه، انا لسه ده كله يا جماعه ورق كل دون بتاع مجرد بصمم يعني ده كله ما عملتش كودنج تمام. طيب فاليوزر انترفيس دون انا بتخيل الواجهه بتاعه المشروع بتاعي يبقى شكله ازاي تمام. الزرار هيبقى فيها الزرار فين، الزراير هتبقى اليمين ولا شمال، طب تحت ولا فوق، طب كم زرار، طب لونهم ايه، تخيلك للشكل بتاع الانترفيس هيبقى شكله ازاي تمام كده. ده اللي هو سمعته عن كلمة فرونت اند. يا دكتورة تمام. الفرونت اند هي اللي بتعمل كده، فرونت اند اللي هي بتعمل لك اللي هو الواجهه بتاعه البرنامج بتاعك او البروجرام بتاعك هيبقى شكله ازاي تمام. انا لو دوست على الزرار دون هيوديني الفورمه فين، طب الفورمه دي اخر فورمه ولا فيها زراير تانية توديني، وهكذا تمام. فهي الفرونت اند معناها ان هي بتديك تخيل للانترفيس بتاع الايه بتاع البروجرام بتاعك هيبقى شكله ازاي. ها تمام يا شباب. الداتابيز بتاعتي هتبقى شكلها ايه؟ في حد يا جماعه خد داتابيز؟ كلكم خدتوا كورس الداتابيز؟ لا مش كله، بس مش كله تمام. ايه الداتابيز بتاعتنا هتبقى ايه، مبنيه ازاي، شكلها ايه، كم تيبلز هيبقى، ايه البيانات الموجوده في كل تيبلز، وهكذا. ده اللي هي ايه الملفات اللي انا محتاجاها. وبالتالي في الديزاين اللي هو معناه ازاي فعليا النظام هيشتغل تمام. وبالتالي بحدد فيها ايه الهاردويرز اللي انا محتاجاها، السوفتويرز اللي انا محتاجاها، الشبك النتورك بتاعتها هتبقى شكلها ازاي،
الانترفيس بتاع الواجهة بتاعة البرنامج هيبقى شكلها ازاي، كم فورم عندي في البرنامج، طيب ايه البوتومز بتاعتي هتبقى فين، طب البوتومز بتاعتي دي هتبقى شكلها ايه، طب فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ده كله تخيل لليه اللي هو للبرنامج بتاعي، انا لسه ما بنتهوش، لسه ما عملتلهوش اي بيلد، تمام؟ فعشان كده قال لك ان هي عبارة عن 4 ستيبس. اول ستيب عندنا زي ما اتكلمنا، اول خطوة عندنا اللي هي ديزاين استراتيجي، اللي هي الخطة اللي انت هتمشي عليها في الديزاين هيبقى شكلها ازاي، تمام؟ فطيب احنا بنتكلم دلوقتي ان انا عاوز اعمل نظام جديد، تمام؟ طيب النظام الجديد بتاعي دون، هل البروجرامرز بتوع الشركة الحالية اللي انا فيها يعني هم اللي هيبنوا النظام بتاعي دون، ولا في شركة خارجية هي اللي هتبني لي النظام ده، ولا في باكج سوفت وير باكج جاهزة يعني انا اللي هستخدمها، تمام؟ تعرفوا يعني ايه سوفت وير، سوفت وير باكج جاهزة زي ايه؟ اعتقد كلنا رحنا سوبر ماركت وبتلاحظوا كده عند الكاشير، تمام؟ تمام، كاشير دون هو الراجل دون عارف اي حاجة، ده هو برنامج جاهز، جاهز هو اشتراه الراجل يعني بتاع السوبر ماركت اشتراه، تمام، ودرب اللي هو الموظف ده عليه واشتغل عليه، دي جاهزة. الصيدلية، الصيدلية دلوقتي بتلاحظوا ايه؟ بتلاحظ برضو نفس الكلام، هي عبارة برضو سوفت وير باكج جاهزة، جاهزة هو بيشتريها، تمام، بيبقى في محطوط فيها كل انواع الادوية، وهو بيحط اللي هو كمية، هو بس مجرد ان هو بيحط الكمية وجات كذا يوم كذا والصلاحية بتاعتها كذا وهكذا، بس فدي بسميها سوفت وير باكج. وبالتالي هو هنا في الديزاين استراتيجي بيقرر بقى، هل انا اللي هبني النظام، انا اللي هعمله انا كشركة يعني، انا اللي هعمله، ولا في شركة خارجية هي اللي هتبنيهولي، ولا انا لا ده يعتبر باكج جاهزة موجودة في السوق انا هشتريها بس، تمام. فانا بقرر الموضوع ده. الخطوة اللي بعد كده اللي هو الاركتكتشر ديزاين، اللي هو تصميم المعماري. التصميم المعماري زي ما اتكلمنا ان هو ايه، ان انا بحدد فيها ايه الهاردويرز، ايه السوفتويرز، ايه اللي هي الكابلات بتاعتي او الشبكة بتاعت النتورك بتاعتها هتبقى شكلها ازاي، الانترفيس ديزاين زي ما شرحناه قعدنا نعمله، اللي هو هنا حتى هو بيقول لك هنا اهو اللي هو النافيجيشن ميثودز، المينيوز بتاعتي، القوائم بتاعتها هتبقى شكلها ازاي، اللي هو البوتومز بتاعتها هتبقى شكلها ازاي وهكذا. وبالتالي يبقى انا اول حاجة اقرر انا اللي هبنيه ولا شركة خارجية اللي هتبنيه، ولا في سوفت وير باكج جاهزة انا هشتريه. تاني حاجة، طب انا تاني حاجة اعمل ايه، احدد ايه الهارد ويرز اللي انا محتاجاها، ايه الالات اللي انا محتاجاها او الاجهزة اللي انا محتاجاها، ايه البرامج اللي انا محتاجاها، السوفت ويرز، ايه النتورك، الكابلات اللي انا محتاجاها، الانترفيس بتاع البرنامج هيبقى شكله ازاي، تخيلي بتاعه هيبقى شكله ازاي، تمام، القوائم بتاعه البرنامج هتبقى شكلها ازاي اتنقل من شاشه لشاشه، طيب البوتومز بتاعتها هتبقى فين، الوانها ايه، الخلفيه بتاعتها هتبقى ايه، وهكذا. ده كله هي خلال الديزاين. الخطوه اللي بعد كده اتكلمنا ان احنا قلنا هعمل قاعده بيانات، فالداتا بيز والفايل سبيسيفيكيشن، ان انا بحدد فيها، ابني فيها قاعده البيانات بتاعتي، ايه البيانات اللي انا محتاجاها للسيستم الجديد بتاعي ده، تمام، القاعدة البيانات بتاعتي دي هيبقى فيها كم جدول، كل جدول هيبقى فيه كم كولومز وهكذا، طب ازاي ان انا اربطهم ببعض، ازاي اربطهم بالبرنامج، ده كله بحدده في الايه، في الداتابيز والفايل سبيسيفيكيشن. بعد كده اللي هو البروجرام ديزاين، ان انا بحدد فيها ايه البرنامج الجديد دون هكتبه بايه، يعني هكتبه مثلا بانهي لغات، بالبايثون ولا بالسي بلس بلس ولا بالسي شارب ولا اللي هو اعمله بي اتش بي، ولا انهي لغه انت ايه انت هتستخدمها، تمام. وعشان كده
بيقول لك ايه الاوتبوت بتاع الديزاين فيز يعتبر ايه؟ سيستم سبيسيفيكيشن. سيستم سبيسيفيكيشن اللي هو التوصيف التصنيف اللي هو الايه اللي هو النظام بتاعه اللي انا بحدد فيها كله بقى اللي هو الاركتكتشر ديزاين تمام اللي هو قلنا هاردوير وسوفت وير ونتورك والانترفيس بتاعي تمام والداتابيز بتاعتي والفايلز بتاعتي والبروجرام ايه ديزاين هيبقى شكله ازاي. يبقى اذا تاني في البلاننج الاوتبوت بتاعي سيستم ريكويست فيزابيليتي ستادي، في السيستم اناليسيز الاوتبوت بتاعي سيستم بروبوزال اللي هو السيستم بروبوزال ان انا بحدد فيه الكونسبت بتاعت السيستم والمودلز بتاعت الايه السيستم بتاعي. في السيستم في الديزاين فيز بحدد فيها اللي هو السيستم سبيسيفيكيشن الهارد ويرز بتاعتي ايه السوفت ويرز بتاعتي ايه النتورك بتاعتي هتبقى ايه الداتابيز بتاعتي ايه الفايل بتاعي هيبقى ايه الديزاين بتاع البرنامج الجديد بتاع السيستم الجديد هيبقى شكله ازاي اللي هو الانترفيس بتاع الديزاين بتاع الانترفيس بتاع البرنامج الجديد هيبقى شكله ايه شكله ازاي. تمام كده يا شباب ده كله تمام هروح احطه اقدمه قدام لجنه الموافقه تمام والبروجكت سبونسر اللي هو المشرف على المشروع واقول لهم يا جماعه انا قدامي كذا كذا تمام واشرح لهم الموضوع هم هياخدوا القرار هنستمر ولا لا. هو بيقول لك ان انت خلال الديزاين فيز بتعرض تاني مع اللي انت بتشرحه يعني قدامهم اللي هي الفيزابيليتي اناليسيس اللي هي دراسه الجدوى اللي احنا كنا عاملينها قبل كده والبروجكت بلان معاها بحيث ان هم يشوفوا الاثنين ويراجعوهم تمام ويقرروا قرار النهائي هنستمر ولا لا. لو هنستمر يبقى هتنقل الستيب الاخيره لو هنتوقف يبقى خلاص ايه هنتهي لحد ايه الديزاين. فلو هم قرروا ان احنا نستمر يبقى خلاص بقى انا هبني بقى هبني النظام بتاعي يبقى الخطوه اللي بعد كده اللي هي الامبلمنتيشن. امبلمنتيشن معناه ايه بقى بيلد السيستم بتاعي يعني خلاص بقى هيبقى على ارض الواقع انستولد تمام. فعشان كده حتى لما يجي لك سؤال يقول لك اكبر مرحله هتاخد منك وقت وبتاع دون وهتبقى اكسبنسيف اللي هي تعتبر ايه الامبلمنتيشن. عشان كده بيقول لك ايه this phase is usually longest لان انت هتبني بقى and most expensive part of the ايه of the process تمام يا شباب. طيب في الامبلمنتيشن في عندي اللي هو 3 steps عندي. اول ستيب عندنا اللي هو السيستم كونستراكشن اللي هو بيلد السيستم يعني هبني النظام بتاعي هعمله. لو انت بتعمل برنامج هعمل له كودنج. لو انت بتبني بيت يبقى هبنيه فعليا على الارض تمام. فعشان كده بيقول لك ايه the system is built and tested وهختبره يعني انا هبنيه هعمل برنامج هكود البرنامج الجديد واعمل له تيستينج عشان اتاكد ان الايه الاوتبوتس اللي المفروض يطلعها البرنامج السيستم بتاعي دون صحيحه ولا لا. طيب الخطوه اللي بعد كده لما خلاص عملت النظام الجديد وفعليا اصبح شغال طيب الخطوه اللي بعد كده المفروض اعمل ايه بقى انقل الناس انقل من الاولد لايه للنيو. الخطوه دي معناه ايه بقى انستولينج. فعشان كده لك اولد سيستم اوف هيتقفل. اعمل الخطوه دي لازم تدرب الناس فاللي هي طب انت سمعت لحد فين هي سيستم كونستراكشن اوكي تمام هي بس الانستليشن لسه ما سمعها الصوت كان بيقطع فيها تمام. انستليشن معناه ايه معناه ان يعني احنا قلنا في الكونستراكشن انا بنيته يعني انا كودت البرنامج الجديد السيستم الجديد ده اصبح فعليا موجود تمام. طيب انا عاوز اعمل ايه خلاص هنقل بقى للنظام الجديد. طب هنقل النظام الجديد ازاي ان انت هتعمل الاولد سيستم استرند اوف والنيو سيستم استرند اوت هقفل النظام القديم واتنقل على النظام الجديد. طب ما انت عشان تعمل الخطوه دي الناس اللي كانوا شغالين على النظام القديم هيشتغلوا على النظام الجديد. طب ما هم مش عارفين النظام الجديد وبالتالي هتعمل ايه بقى تريننج بلان هتعمل خطه تدريبيه دورات تدريبيه للناس دي هتعلم الناس دي ازاي هيستخدموا النظام الجديد دون تمام
ويقدروا ان هم يغيروا في الايه، يغيروا على النظام ايه شغلهم يعني على النظام الجديد بتاعي ده. طيب الخطوة اللي بعد كده اللي هي ايه، سبورت بلان، اللي هي بيقول لك ايه كأنك تحفيز، خطة تحفيزية، ان انا بعد ايه، بعد ما بعمل امبلمنتيشن للنظام الجديد ده بعمل له ريفيو، بشوف بعد ما الناس اشتغلوا عليه بشوف اللي هي الفيدباك بتاعتهم، اه لا 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 تدون كويس وحلو وكده وحسن لنا الشغل بتاعنا ومش عارف ايه، وبالتالي هنا لا ده في بعض القصور مثلا، لا في حاجات حسنها وفي حاجات ما حسنهاش، وبالتالي انت بتعمل ايه، بتاخد الفيدباك من ايه، من اللي هم اليوزرز اللي استخدموا فعليا بقى دلوقتي النظام الجديد ده، في بعض القصور هتحاول ان انت تحسنها، لا الدنيا كلها مية مية خلاص، لا 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 في اجزاء واجزاء بتحاول تحسن الايه، الاجزاء اللي هي حصل فيها الايه القصور بتاعتنا دي. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى اذا السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل عباره عن 4 ستيبس. اول ستيب عندنا البلانينج، بلانينج. تاني ستيب اناليسيس، اناليسيس. تالت ستيب ديزاين، ديزاين. رابع ستيب امبلمنتيشن، امبلمنتيشن. بلانينج الاوتبوت بتاعتنا، البلان بتوصف ال، لا الاوتبوت بتاعنا انا عاوز حاجتين، ايه هما؟ فيزيبيليتي، بالظبط الفيزيبيليتي ستادي، وايه تاني؟ ستادي اه السيستم ريكويست، بالظبط انا لسه بقدم طلب، بقدم الطلب للنظام جديد. تمام. طيب اناليسيس بتقدم الموديل اللي احنا نشتغل عليه، بالظبط ده بسميه بقى سيستم بروبوزال، مقترح بقى تفصيلي بقى النظام بتاعي هيبقى شغال، هيبقى ايه ديزاين الاوتبوت بتاعي. الديزاين اللي هو السيستم سبيسيفيكيشن، اللي هو التوصيف بقى فعليا انا محتاجه كم هاردوير، محتاجه كم سوفت وير، محتاجه نتورك قد ايه، محتاجه داتابيز ايه، محتاجه فايلز قد ايه، فده بسميه سيستم سبيسيفيكيشن. في الامبلمنتيشن ايه الاوتبوت بتاعي؟ ايه الاوتبوت بتاعي في الامبلمنتيشن؟ السيستم ذات نفسه خلاص، بالظبط السيستم الجديد نيو سيستم. تمام. والسبورت بلان طبعا، تمام كده احنا قلنا السبورت بلان معناها ان انت بتاخد الفيدباك من الايه، من الناس اللي هم اشتغلوا بقى على المشروع الجديد دون، تشوف خلفيتهم ايه، هل النظام حلو ولا في قصور ولا في بعض القصور في اجزاء واجزاء وهكذا. تمام. هو هنا اخر حاجه يعني هو بيقول لك عشان اعمل اصلا انيشيشن للمشروع، احنا اتكلمنا ان انا عاوز اعمل النظام الجديد، فكره النظام الجديد دي جايه منين؟ هو بيقول لك ممكن تيجي لاما من واحد يعني شخص يعني في الاورجنايزيشن، تمام، جه راح للمانجر وقال له انا في البيزنس محتاجه مثلا ان هي تبني نظام جديد وقدم المقترح بتاعه، وبالتالي ده ايه، واحد شاف في مشكله في الاورجنايزيشن الحاليه، تمام، وراح قدم المقترح لي ان انا احاول ان انا احل المشكله بتاعتي دي. طيب الحاجه الثانيه ان انت ايه، احنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله الانفورميشن تكنولوجي في تطور، تمام، وبالتالي طيب تم ايه المشكله، تمام، ان انا اخلي المنظمه بتاعتي دي شغاله على الايه، على الاساليب الحديثه، وعشان كده ان هو بيقول لك ايه اللي هو the need may surface ممكن تحتاجها when the organization identifies unique and competitive ways of using the IT، محتاجة طرق تنافسية، يعني انا محتاجة المنظمة بتاعت دي تستخدم اللي هو الوسائل الجديدة بتاعت الـ IT، تمام، او ان انا عاوز ابني نظام جديد دون لي عشان استفيد من القدرات اللي هي بتاعت التكنولوجيا الجديدة، زي ايه، زي الكلاود كومبيوتنج. حد سمع عن الكلاود كومبيوتنج يا شباب؟
او اللي هو ده الويب 2. يعني ايه كلاود كومبيوتنج؟ هو بدل ما يبقى السيرفر عندك يبقى السيرفر تشتريه من مكان تاني. بالظبط، يعني بدل ما يبقى لا انت زي مش انت بتحجزه مش بتشتريه، بتحجزه. يعني انا مثلا عندي قاعده بيانات كبيره قوي، تمام؟ كان زمان كانوا ايه يقعد يشتري سيرفرز، والسيرفرز بتاعت دي مكلفه ومش عارف ايه، وكان مثلا بعد كده قاعده البيانات بتتغير، وبالتالي كان ايه كنا في بتخسر مبالغ كبيره. فهو بيقول لك ايه، بدل ما تقعد مثلا تشتري السيرفرز دون وبعد كده تستخدمه لفتره محدده وبعد كده ما تحتاجوش، طب ما انت بدل ما تشتريه ممكن ان انت ايه كانك انت بتاجره، تمام؟ فبتاجر السيرفر دون للمده اللي انت محتاجها، تمام؟ وبعدك بعد المده دي خلاص انت استاجرته مثلا لشهرين او لثلاثه خلال الفتره اللي انت محتاجها، وبعد كده ايه خلاص انا مش ايه مش خلاص انا مش محتاجه دلوقتي، يبقى خلاص تمام. وبالتالي انت ايه وفرت عليك فلوس كتير. زي ايه؟ زي انا مثلا محتاجه برنامج مثلا زي اوراكل مثلا، اوراكل مثلا قبل كده كنا انا لازم انزله على الاجهزه وكان بيبقى تقيل قوي ومش عارف ايه، طب ما انت بدل ما تشتري الباكج بتاعتها وتنزله على الاجهزه عندك، طب ما انت ممكن تاجره، تمام؟ وتستخدم السوفت وير دون بس، ولحد ما انت تنتهي اللي هي المهمه بتاعتك يعني في استخدام السوفت وير دون خلاص. وبالتالي انت دفعت فلوس ليه؟ للايجار فقط، انما ما اشتريتهوش فعليا. ده بسميها الايه اللي هو الكلاود كومبيوتنج. فبالتالي هو بيقول لك ايه، انت عشان بتفكر في مشروع جديد، لا اما واحد لاحظ مشكله عندنا في الشغل وراح قدم مقترح لتحسينات جديده يعني في الاورجانيزيشن، لا اما انا محتاجه الطرق التنافسيه الجديده اللي هي بتاعه تكنولوجيا المعلومات، او ان انا عاوز استخدم اللي هي التقنيات الحديثه اللي هم اللي هي موجوده عندي دلوقتي زي الكلاود كومبيوتنج واللي هو الار اف اي دي. حد يعرف اللي هو الار اف اي دي معناه ايه؟ اللي هي الموجات الصوتيه اللي هو الراديو فريكوانسي، ان انا بستخدم اللي هي الموجات الصوتيه عندي في الاورجانيزيشن عندي، او اللي هو الايه اللي هو الويب تو. تمام كده انا خلصت. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال يا شباب؟ حد فهم حاجه؟ فهمنا ده. تمام ده. هبعت لكم، احنا وقفنا لحد 22، تمام كده. المره الجايه باذن الله هنكمل الايه بقيه الشابتر ان شاء الله. هبعت لكم كده ايه اللي هو الكتاب واللي هي البرزنتيشن دي ان شاء الله. السلام عليكم. غياب يا دكتور. ايوه ما تخرجوش لحد ما ناخد الغياب واقول لكم ان انا خدت الغياب، تمام؟ خلصنا كده دكتور؟ تمام. انا خلصت بس لسه هاخد الغياب. محدش يطلع.